اهلا بيكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقع لسه جديد، لسه بادئ النهاردة، بس بادئ حوالي الساعة 3 ودافع لحد الآن 1567 ساتوشي، ودي احصائيات الموقع وعدد الموجودين في الموقع 172 وعدد الودائع لحد الآن 21. طبعا احنا كنا شارحين موقعين زي الموقع دوت، في ناس عجبها الموقع وفي ناس ما عجبهاش، فاحنا ده الموقع التالت يا شباب. اللي حابب يشتغل عليه يشتغل، بتيجي من هنا تحط عنوان محفظة البيير وبتعمل دخول. بعد كده بتيجي هتلاقي ده كده هنا الايداع، لو انت حابب ان انت تعمل ايداع بتختار من 2 روبل لحد 2000 روبل، بتحط المبلغ اللي انت عايزه وبعد كده بتدوس هنا بيحولك على صفحة الايداع. زي ما انتم شايفين انا حطيت هنا 10 روبل، وبعد بس ما رضيتش ان انا استنى الوقت ده كله يعني عقبال ما يدفع. اللي حابب يجرب قبل ما يدفع يجرب، عشان كل ما الموقع بيقعد كل ما الفرصه بتبقى اقل في السحب. تمام، فانت كل عليك هتحط المبلغ اللي انت عايز تحطه هنا، مثلا حطيت 10 روبل هتدوس هنا كده هيحولك على المحفظه اللي هترسله عليها. هتاخد العنوان المحفظه ده هترسله عليه المبلغ اللي انت هتبعته اللي هو ال 10 روبل، وبعد كده بتيجي على البير تخش على الصفحة بتاع الحساب دي وبتاخد رقم المعاملة ده كده نسخ، وبتخش على الموقع تحطه هنا اهوت وتعمل له تحقيق. كده هيظهر معاك الايداع بالشكل دوت في الموقع بتاعك على طول، يظهر في الموقع مباشرة. وهنا طبعا اخر ايداعات يا شباب في الموقع، هنا لو بصيت تلاقي الايداع بتاعي اهو، وهنا اخر سحوبات. وان شاء الله الموقع لو دفع هسيب لكم تعليق اسفل الفيديو ان الموقع دفع، مع ان في واحد وراني ليه اثبات سحب لسه من شويه. بس يا شباب كده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.